بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميثم سرحان وفيديو جديد شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. اليوم راح نتكلم عن صفحة 31. أرجو أن يكون كتاب أمامك عزيزي الطالب حتى نتكلم عن The Fastest Living Things، من أسرع الأشياء التي في الحياة، أو أسرع الأشياء اللي موجودة في الحياة، أو أسرع الأشياء اللي عائشة يعني الموجودة في الحياة. طبعا هي القطع مثل ما قلنا بها رسالة أنه تعرف هذا الفصل هو يتحدث عن مجموعة من الأشياء، واحدة من عندهن هن صفات المقارنة، ويتحدث عن إف الشرطية أيضا، وكذلك يتحدث عن زمن الماضي. فإحنا من خلال القطع راح نتوجه إلى بعض الأشياء اللي هي موجودة من القواعد اللي موجودة بالفصل. The fastest living things، من أسرع الأشياء اللي موجودة. طبعا هو راح يحكي عن الفالكنز، والفالكنز هن الصقور. Have you ever watched a falcon؟ هل سبق أن شاهدت فالكن، صقرا، diving down from the sky، يغطس إلى الأسفل من السماء. diving down from the sky، okay، diving down هذا مصطلح ينحفظ، diving down يعني ينزل. طبعا watched الماضي، الفعل حتى تحوله بالماضي مجرد تضيف لأيدي، بس مو كل الأفعال، أكو أفعال ما ينضاف لها. أوكي، واحدة من الأشياء تلاحظ أنه الصفة إذا كانت متكونة أكثر من مقطع، طبعا أكو فيديو احنا منزليه عن المفاضلة والمقارنة، بس يعني إذا تريد تفاضل شيء تخليه أفضل شيء، مثلا تضيف للصفة EST. أوكي، إذا الصفة متكونة من مقطع واحد مثل fast، يصير fastest، ضفنا لها EST. أوكي، فقط ضفنا لها EST. بس إذا كانت الصفة متكونة أكثر من مقطع، most، نخلي أمامها most. جاي نحكي عن من؟ عن المفاضل. فهنا عندنا the fastest living things، عفوا، أسرع الأشياء. Have you ever watched a falcon diving down from the sky؟ They are، طبعا they هم، they are the fastest things in the natural world، هي من أسرع الأشياء الموجودة in the natural world، في العالم الطبيعي. أوكي، في عالم الطبيعة. They fly high up and then، يعني يطيرون. they fly، طبعا they هنا لازم تريدوا الكابيتال لتر، they يقصد بهم الفالكنز، fly high يطيرون عاليا، and then، ومن ثم، dive down to kill a bird or small animal. يعني هو من يرتفع، fly high يرتفع الى الاعلى، وبعدين then dive down، ثم يغطس او يجي بسرعة قوية، to kill a bird or a small animal، حتى يقتل طير او حيوان صغير. some falcons can dive at 250 kilometers per hour. السرعة مالتهم دول الفالكنز سرعة عجيبة، يعني 240 كيلو بالساعة. هذا الفالكنز السرعة مالتهم. خاف يسألك وين يجي السؤال، يسأل يقولك إيش قد سرعة الفالكن. أوكي، more than a thousand years ago، أكثر من آلاف السنين، the people from the desert of Arabia، الناس من شبه جزيرة الجزيرة العربية، the Bedouin، البدو، used to watch falcons، كانوا معتادين على مشاهدة الفالكنز اللي هي الصقور. catching birds and animals for food، يمسكن الطيور والحيوانات كطعام. هذا البدوين، البدو، كانوا يشاهدون مثل ما قلنا، used to، اعتادوا على، used to معتاد في الماضي. اوكي، مصطلح مهم، used to. The Bedouin lived mostly on dates. زين، دول البدو على شنو كانوا عايشين؟ يجي هنا يلتقي الكاتب انه يحكي لنا عن شنو، عن البدو، حياة البدو. The Bedouin lived mostly on dates. شو كانوا ياكلون؟ الديتس اللي هو التمر، milk والحليب، and bread والخبز.
Because ليش يابا ليش دولة يأكلون خبز وهذا؟ Because it was difficult to catch animals and birds. يقول كان من الصعب مسك، يعني الناس قبل كانت تواجه صعوبة لمسك الحيوانات وما يقدرون يكمشوهن والبيردز، أو يواجهون صعوبة حسب الكاتب. difficult difficult it was difficult كان من الصعب. okay then they learned الآن سووا تعلموا they learned how to catch falcons ومن ثم تعلموا كيف يصطادون أو يمسكون الصقور. طبعا شو تعلموا ما ذاكر هو. okay soon ومن ثم يعني لاحقا في وقت لاحق the Bedouin were eating meat بدأ البدو يأكلون اللحم meat their falcons طبعا بدأوا يأكلون اللحم their falcons هنا أكو بهذا الفصل أيضا ضمائر المفعول به وضمائر التملك أيضا كون يفرق بيناتهم لأن جدا مهمات ويجن مرات فراغات the falcons caught for them يعني يأكلون اللحم اللي يهوى اللي يصيده إلهم صقورهم their favorite bird was the large long-legged harpa كان طعامهم المفضل أو طيرهم المفضل هو الحرباء اللي عنده طبعا طويل أو لا large طويل أو كبير long legged حربة وبالإضافة إلى أنه أقدامه طويلة they cooked it over a fire and it tasted delicious وين يطبخوه على النار cooked okay شوفوا هنا الماضي شلون cooked ينضاف له ED cooked it over a fire and it tastes delicious وطعمه لذيذ okay وهذه صورة الحرباء موجودة بالكتاب أيضا the Bedouin used to hunt again مرت الأخ طلعت إنه used to كانوا معتادين hunt on camels كانوا شلون يصيدون يعني على ظهر الجمل ويصيدون okay They rode fast as they followed their flying falcons طبعا يركضون وراء يركبون ويمشون بسرعة خلف الطيورهم أو الصقورهم الطائرة okay flying falcons today زين هذا كان يحكي بالماضي زين إيش today falconry is a sport not necessity And many falconers arrive in the deserts. Okay, هسا خلونا نوقف. يقول ال today في الوقت الحاضر في الفالكنري اللي هي يعني الفالكنري سوى اسم من يعني اصطياد الصقور. عملية اصطياد الصقور. يقول مو ضرورة. Not necessity. And many falconers. Falconers يعني صيادو الصقور. arrive يصل in the deserts في الصحاري and valleys والوديان of Muthanna Samarra and Dikar in Iraq in air conditions for wheel drives يقول يابا في الوقت الحاضر صيادين الصقور يوصلون يعني قبل هو يقول كانوا على الجمال أوكي الآن يقول يجون الصحراء المثنى ووديان المثنى وسامرة وذيقار بيش بسياراتهم المكيفة أو الفور ويل درايفز ذات الدفع الرباعي أوكي يجون بسيارات مكيفة ذات دفع رباعي يعني مو مثل قبل كانوا على البعران الآن على يعني بسيارات فارهة طبعا وهاي المناطق بالعراق بالفترات الأخيرة شهدت يعني حتى بعض الأشخاص يجون من خارج البلدان يعني من بلدان مجاورة يدخلون هنا مهم يعني بالأخبار One disadvantage of this sport واحدة من مساوئ هذه الرياضة is that انه هي انه too many rare birds might be killed Too many rare birds might be killed. العديد من الطيور النادرة ممكن أن تقتل. هذه واحدة من الأشياء. طبعاً هذا المبني للمجهول. Okay.
يقول هنا الاف تدخل. طبعا احنا ماخذين هنا الاف هو ياخذ الحاله الثانيه والحاله على ما ذكر الثالثه بالكتاب. الحاله الثانيه اللي بالماضي if nothing was done، طبعا ثانيه اي if nothing was done about this، اذا لم يحدث شيء، اذا لم يفعل شيئا حول هذا الشيء، يعني يقصد به اصطياد الطيور النادره، there would soon be no birds left، سوف مستقبلا سوف لن يكون هناك شنو طيور تترك، اوكي، لان كلها راح تموت من نتيجة الاصطياد. however the government had set up protect areas for birds، يقول الحكومة وضعت محميات protected areas، اوكي، او مناطق. ايش بيها هذه المناطق؟ محميه. people cannot hunt there، والناس لا يستطيعون الاصطياد هناك، اوكي. these safe areas for birds are also good habitats for other animals، وهذه المناطق المحميه للطيور هي ايضا مكانات امنه لبعض الحيوانات، للحيوانات الاخرى، other animals، للحيوانات الأخرى. as a result، ونتيجة لذلك، wildlife numbers have gone up. wildlife numbers have gone up. ونتيجة لذلك، حياة البرية أو أعداد الحياة البرية أو الكائنات البرية have gone up. Okay، ارتفعت. And the environment is richer، والبيئة هي يعني صارت is richer، أغنى. Okay، richer هنا أيضا صفة مقارنة بالـ ER. اوكي، لحد الان يعني القطعه تمت بحمد الله. هذه ترجمه القطعه. يجي من عندها اسئله، يعني الترجمه امامك عزيز الطالب، عرفت الترجمه. الان الاسئله اللي ممكن ان ترد على القطعه، اوكي. What are the fastest things in the natural things، ما هي اسرع الاشياء في الطبيعه؟ قلنا الفالكن، اوكي. السؤال الثاني، how fast can falcon dive، ايش قد السرعه مال الفالكن؟ ايضا ذكرنا 240 كيلومتر، هذا جواب. some falcons can dive at 240 kilometers per hour، اوكي، هذا السؤال الثاني. بعد، who are the bedouin، من هم البدوينز، من هم البدو؟ they are people from the deserts of the Arabia، they used to watch falcons catching birds and animals for food، طبيعتهم انهم بالقطع، حسب القطع، انا ما نعرفهم خارج القطع، حسب ما معرفهم لك بالقطعة. يعني يا ريت تكون هاي تكتب الأسئلة والأجوبة حتى تكون أمامك إن شاء الله بالامتحان. Why did the Bedouin live mostly on dates, milk and bird؟ ليش كانوا يعيشون على الحليب؟ البدو كانوا يعيشون على الحليب والتمر والخبز. ليش؟ طبعا لأن because it was difficult to catch animals and birds، كان من الصعب. طبعا أكيد يمكن أدوات الاصطياد، يعني مكان الاصطياد ما أعرف هسه، هو هذا حسب، إحنا نجاوب حسب القطعة. كان من الصعب عليهم catch animals and birds، الإمساك بالحيوانات والطيور. خمسة، what is the favorite or what was the favorite bird for the Bedouin to catch، شنو كانت الحربة؟ their favorite bird was the large long legged harba، طبعا الفيفوريت اكو بها يو تكتب حسب، طبعا هذا انت شو ما مكتوب بالكتاب اكتبها، اوكي. اليو ذاك الامريكان وهذا البريتش، اوكي. سو How did the Bedouin used to hunt؟ شلون كانوا يعتادون؟ شلون كان؟ يعني سؤال بالماضي. How did the Bedouin used to hunt؟ شلون كانوا يصيدون البدو؟ The Bedouin used to hunt on a camels، كانوا على ظهر الجمال. They rode fast as they followed their flying falcons. Okay، طبعا ممكن الجملة الأولى يعني تأخذ درجة بها كاملة. Okay،
where are many falcons hunting nowadays? وين يصيدون العديد أو sorry where are many falconers hunting nowadays؟ الصيادي الصقور وين يصطادون بهذه الفترة؟ In the desert and valleys of Muthanna, Samarra and Dikar in Iraq. Number 8. What is the disadvantage of falconer sport? شنو نسميها ما هي المساوئ؟ ما هي مساوئ صيد ما هي مساوئ اصطياد طبعا الفالكونري قلنا هو الصقور استخدام رياضة الصقور. One disadvantage of this sport is that too many rare birds might be killed. العديد من الطيور النادرة قد تقتل. واحدة من الأشياء أيضا عندكم page 40 الصح والخطأ. Falcon can move faster than any other living things. True. Before falconry, the Bedouin used to eat a lot of meat. كانوا يأكلون العديد من اللحم. لا مو يناكوشان. False. The Bedouin enjoy the food that falcon catch for them. أكيد كانوا يستمتعون بالطعام اللي يمسكه لهم الصقور. True. Falconry used to be just a sport. كانت مجرد رياضة. False. هي مو رياضة. بعدين صارت رياضة. There could soon be no rare bird because of the falconry. True. طبعا إذا بسبب اصطياد عملية الصقور أو رياضة الصقور بالمستقبل ما راح يكون هناك العديد من الطيور النادرة وهذا true. Okay. انتهى درسنا. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وإن شاء الله مستمرين المنهج الثالث المتوسط لحد ما نكمل الكتاب بعدين بالقطع إن شاء الله. لا تنسونا بالدعم باللايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم ومع السلامة في أمان الله. كان معكم ميثم سرحان.